رصدت عدسات الكاميرات نزوح مئات الأوكرانيين من بلدهم إلى بولندا المجاورة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتجمع مئات الأوكرانيين من أجل العبور إلى الجارة الغربية والتي تستعد لتدفق المزيد من النازحين، ذلك بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي. وتشترك بولندا بحدود طويلة مع أوكرانيا، ويقيم على أراضيها نحو 1.5 مليون أوكراني. Thank you.